وخيرة والمصراوية روح قوية وخيرة سكنتني صار الصبر كاري ومذهبي سكنتني صار الصبر كاري ومذهبي فنون جالها خلق مخاليف وكون واستخلف الإنسان على الكون والجنون شيل الأمانة شيل إلى يوم يبعثون واسعي في بحور الله وسيري يا مركبي واسعي في بحور الله وسيري يا مركبي لحد ما ديك فجرنا يتدلنا وساعتها يبقى العفو عند المقدرة والدنيا يضحك قلبها الصافي الصبي والدنيا يضحك قلبها الصافي الصبي محمد يا رسول الإنسانية صل على النبي خير البرية محمد يا رسول الإنسانية صل على النبي خير البرية محمد يا رسول الإنسانية مش فاكر امتى وعيت عبدني ولا عارف كان عمري كام وقتها لكن فاكر اول حاجة شفتها وطبعت في خيالي كأني اتولدت ساعتها بس في الليل ومولد سيدي الإيرواني عمران وخلق كتير مليين البراح اللي بين جامع سيدي طاهر وبيت العمدة وغنى الموالدية والمدحين والدراويش بتوع الحمد لرب المقتدر مالي ودامي. في الأول كنت أقعد أسمع الغنى والتواشيح لغاية ما يغلبني النوم
ما ادراش بنفسي غير واني في فرشتي في دارنا، لكن لما كبرت حبة بقيت انصرف عن الغاغي واتسحر، ادخل بيت العمدة واروح لغاية المنظرة اللي قاعدين فيها رجالة البلد. فهمت بعد كده ان ده سلو المولد كل سنة. الليلة اللي قبل طلعت الخليفة، الخليفة اللي لازم يكون من سلالة سيدي طاهر الإيرواني، يجي ويقعد مع الكبارات والعمدة وشيخ البلد وشيخ الغفر ويحكي لهم زي ما يكون بيفكرهم اللي اتقال السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل قبلها. وفي الحجة الأخيرة وهو راجع من الأراضي الحجازية شاءت عناية الرحمن إنه ما يرجعش تاني بلده القيروان في تونس. وقف وضرب بعصيته الأرض دي وهتف كلها أرض الله وبلاد الإسلام، وقال لمريدينه وإخوانه أني أمرت في الرؤية أني أغرس وتد في قلب أخضر حواليه كل المدى مالح، وما التقيتش الشكل دي ولا أرض بالشكل دي إلا في الأرض دي. ومد إيده الكريمة وغرف من الأرض دي هذه القبضة من التراب لنظل نتوارثها جيل بعد جيل، وتكون دليل انتسابنا ليه لجدنا العارف بالله سيدي محمد طاهر الإيرواني اللي أنشأ هذه المحلة وأعطاها من بركاته لتظل محفوظة بفيض كراماته، أرض خصبة تجود بطيبات الزرع والحرس وسط فيافي من براري المالح والأرض اليابان. يوم ورا يوم ومولد بعد مولد عرفت إن بشنين اتولدت على إيد الولي محمد الطاهر الإيرواني ورفيق رحلته وصديقه المقرب السيد أحمد الحسيني، ومن بعدهم انقسمت السلطة في البلد بين السادة الإيرواني نسل الإيرواني الكبير، ودول ليهم الجامع وفلوس الوقف اللي وقفوا بيه مملوكي قديم اسمه خاير ريبك على جامع سيدي طاهر ومدرسته الخيرية. أما نسل السيد أحمد الحسيني فدول ليهم العمودية يعني السياسة. يا راجل فين؟ وامك واخواتك دايفين عليه، فاكرينك توت ومدورين منادي يزعج عليه. ترى ايه يا عم شهاب؟ وانا صغير بتفرج على المولد شويه. انت حسين واني مش قد الحسينه. برضو كانت اول مره احس فيها اني حسينه، يعني من العيله اللي حاكمه البلد، واني ده زي ما بيديني ميزات بيسبب لي برضو متاعب، لانه مش مسموح لي ابقى على حريتي زي بقيه ولاد البلد. يلا بينا يا سي حسن. لقيته يا شهاب؟ ايوه يا سيد. طيب براوه عليك، سيبهولي وروح انت. انت فين يا ولد؟ امك عجلها لطف من تحت راسك قدامي. يلا قدامك. يلا قدامك. يلا. شاف العمدة الليلة لا في المسجد ولا في الدوار ولا في أي مكان، ما عدش اتخيل بيه. خدوه المغربية وسفروه على البندر، بيقولوا إن تعبان قوي. أنت تعرفه وإحنا ما نعرفش. لأنك كنت سرحان في المولد مع الشبان اللي ما وراهمش حاجة. واحد غيرك كان راعى اللي حواليه علشان ما يتفاجئش. خلص لقمتك وحصلني على المقعد. لوحدك يا فتح الله، الباقيين يتعشوا ويخشوا يناموا، ومش عايز اسمع ان حد فيهم سرح على المولد.
كلام الحجة الليلة. أنا عارفها. أما مزاجها ما يكونش رايق. والصبر جار من جار زمان. مش حجك كني وقلبت الدورة لحد ما بتيك الظروف متأخرة والصبر طايق. خير يا عم؟ العمدة بيودع يا فتح الله. لا عمار بيد الله يا حجة. تحب نستنى ولا نسبق؟ سبق ازاي يعني؟ زي ما سبق هو من 15 سنة. خلى ابوك في الحجاز والشيخ يوسف العمدة بيفرفر في فرشته ولم رجالة الحسين ومشايخ الإيروانية وسلم وحلفهم اليمين وركب العمودية. ايوه يا اما بس العمدة سادق كان حواليه رجالة العيلة كلهم حتى ابويا لما رجع من الحجاز راح سلم عليه وحط نفسه تحت طوع. أبوك كان رجل فهيم وواعر ويعرف إمتى يقف ويقول لا وإمتى يطاطل الريح لما تعدي. لما رجع من الحجاز وشاف إن صادق الهوى معاه ورجليه تبتت في الأرض عرف إن الدور فاته وإنه لازما يستنى. حط إيده في إيد صادق حسب الأصول وحسب الأصول صادق حط إيده في إيده واداله العهد بالعمودية. بس أنا أبوها يعني ما طولش ربنا افتكره والعمدة صادق عنده ولده صابر. الحسينة فرعين والعمودية بالدور مرة من بيت عرفان ومرة من بيت سالم وصادق من بيت سالم والدور دلوقتي على بيت عرفان يعني عليك أنت. طب مش نستنى لما الكلام يبقى فاكته وتضيع منك زي ما ضاعت من أبوك؟ زي ما صادق سبق وركبها لازم انت تسبق وتركبها. والناس اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. بكرة أخرة المولد وزفة الخليفة وحيستنوك بعد المغربية في الدوار تلبس الهدوم اللي كان جايبها ابوك علشان يطلع بيها الدوار ويستلم العمودية اهي بشكر محدش لمسها. تلبسها وتروح على الدوار تسلم وتحلف وتركب. أخويا فتح الله هيبقى العمدة. ده اللي فهمته من كلام أمي دلوقتي وفهمت كمان إنها متفقة مع الرجالة والمشايخ يعني فتح الله هيلاقي سكته مفتوحة ومحدش هيقفله فيه. والمعاد بكرة بعد طلعة الخليفة وصلاة المغرب. بتعمل ايه هنا في دوار العمدة فتح الله؟ واقف مع كبارات البلد وكبارات الحسينة وأولهم
الشيخ حامد. قول له يا شيخ حامد يا رواني. كلنا جالنا خبر ان العمدة الحج سادك الحسيني حالته متأخرة في المستشفى الميري، وان دلوقتي بين ايادي الله سبحانه وتعالى، ولان العبد ما يعرفش فين وامتى حيكون نهاية الاجل، ولان مصالح البلد واهل البلد ما يستغنوش عن العمدة. استخرنا المولى سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب اليوم واخترنا ابن عمك فتح الله الحسيني عمدة لبشنين، وحلفناه اليمين على كتاب الله، والكل ادلوا الايد اليمين بالسلام، وما فضلش غيرك يا صابر. اللي حصل دي حصل من ورا السوالم، والدور علينا مولاني. لا، الدور على اولاد عرفان. كان للحاج اسماعيل الحسيني مش لابنه. الحاج اسماعيل ما تولاش العمودية، يعني اولاد عرفان ما خدوش دورهم، والدور ما يتلغيش يا صابر. واللي عليه الدور دلوقتي فتح الله اسماعيل الحسيني، قدم وسلم عليه وادعي له يا صابر. مرحب بصابر ابن عمي. مرحب بنائب العمدة. مبروك، ربنا يوفقك يا عمدتني. نفس الجمعة اللي راتل فيها أخويا فتح الله عمودية بشنين، عجدوا له عجازي بنت عزام الحسيني كبير تجار النحل. سمعت حريم الدار وهم بيتكلموا ويضحكوا بيقولوا إن الجوازة دي عشان خاطر مال أبوها. أنا كمان فكرت في كده، ولقيت فتح الله حدا حق، كان لازم يتجوز في التو والساعة، لأن العمدة ما يبقاش عازم، وما فيش أغنى من عزام الحسيني في البراري كلها. العمدة لما بيناسب يناسب عزوة الأهل والمال. ده اللي سمعته وما كنتش فاهم معناته ساعتها، كنت مستغرب قوي لما حضرت الخناقة اللي حصلت في بيتنا قبل الفرح بكام يوم. وش منك في الأرض يا عبد الرحمن يا أخوي، وطمعانة ما تزعلش مني ولا من فتح الله. ده احنا جارين فاتحة يا ست اخواتي. ايوة يا أخوي جارينا، واني لو لفت الدنيا كلها مش هلاقي عروسة تزين داري وتسعد ابني قد خاضرة. لكن هتروح فين بيتي جنب بيت عزام الحسيني؟ لا ابوها من الحسينة ولا عنده عسر اللي عند عزام. لكن العمدة عايز يتفشخر. العمدة عايز يتجوى على طمعانين فيه ومستوطيين حطه. وانت عارف يا عبد الرحمن يا اخويا ان فتح الله بالفرع الفقير فرع عرفان الحسيني، ولازم له نسب من الفرع الغني. طول عمر الحكايه كده. ولما انت عارفه ان الحكايه كده ومرتبه في دماغك انك توصليه للدوار وتركبيه العموديه، كنت لابس بيه قرب من بيت خاله. ولا كان على بال، صادق كان زي الحصان وفي تمام عافيته، وكان بيقولها بأعلى صوته في وسط الخلق. العمودية لصابر ابنه من بعده ولو خلى الدم بحور. ما كانش على بالي ولا فكر انه حيبرك كده والعلة تتمكن منه والفرصة تيجي لفتح الله ابني
عشان يرجع حق ابوه. اتحركنا ومدينا ايدينا وخدناها، لكن ابن صادق ما نزلتلوش من زور، ما قدرش يبلعها ومش هيسلم بالسهل. يمكن طاطا حبتين علشان الريح تمشي، لكن لوقته وبس. ولازم ابن اختك ما يدلوش الامان، ويدور على حد يجوله ظهره ويحميه. ابنك يعمل اللي شايفه في صالحه، لكن ما يبكاش على حساب بنتك. انت بتدجلي بالعصا؟ عايز تضربني ولا بتهتني؟ عبد الرحمن السخاوي ما يضربش حرمه يا ست اخواتها، وبلاها السكه الوعره دي. سكته يا عبد الرحمن؟ تلويع الكلام يا ام العمده. عموما اوعي تفتكر انني جاي النهارده عشان اترجاك ولا ترجع ابنك، لا، انا جاي بس اقول لكم ان دم الكرامه ما بينسفش، وانتوا جرحتوا كرامه بنتي، بعتوا حبيب واشتريتوا عدو. عمرك ما هتبقى عدو يا عبد الرحمن. مرحبا خير. دخل اخويا العمده وخرج الحاج جنبي، وكنت هموت واعرف ايه اللي هيجرى بين اخويا وخالي. اتفضل استريح يا خال، مش هنتكلم واحنا واقفين. هنتكلم نقول ايه يا جناب العمده؟ الكلام عمره ما هيخلص بنينا يا خال، وانا كوني بقيت عمده مش هيديه للحق ان اكبر عليك في يوم من الايام. استطعت حطه يا فتح الله وكسرت نفس باتخارك. عهد مين دي؟ سبق لك حطيت ايدك في ايدي وقرينا فتحة ربنا، لكن ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. بتتمسخر بيا يا ابن ست اخواتي؟ يمين بالله ما تحلفش، اللي حصل حصل وخلاص. مبروك عليك بنت عزام الحسيني، لكن من السعادة لا تتعدلي ابن اخت ولا انا خالك. يعني ما فكتش فتحة خضري ولا يمكن استغنى عنها ولا هخلى بيها. بتقولي؟ حدينا ودنك واسمعني. مع السلامة يا خال. الله يبارك فيك، ربنا يحميك. أنستنا وشرفتنا. الله يخليك يا عمدة. كنت عايز أقول لك حاجة يا خالي، لازم تحضر الفرح. عايزين كل حاجة تبان للناس زي ما احنا عايزينهم يشوفوها. ان شاء الله ان شاء الله يا عمدة، بارك الله فيك. ما كنتش سمعت اللي قاله اخويا العمدة في ودن خالي، واستغربت خالص لما لقيتهم طالعين حبايب من المنظر. امي واختي رضواني وكل حريم الدار كانوا بيزغرطوا وهم مبسوطين، واني مش فاهم اي حاجة. ياما والنبي بس تفهميني، انا عايز اعرف. تعرف ايه يا حسن؟ روح نام وبعدين ما تسألش عن حاجات اكبر من فهمك. ليه؟ انا فاهم كل حاجة. والنبي بس انت تقوليلي ايه اللي خلى خالي عبد الرحمن بعد ما كان زعلان وبيتعارك مع فتح الله يطلع من منظرة الرجالة وهو مبسوط وبيضحك؟ يكمنه صالحه يا ولا. وبعدين بقى ما تقولش فتح الله حاف كده، اخوك بقى عمدي. ايوه بس فتح الله طول عمره طيب وحنين. ايه العموديه عايزه الشده؟ وبكره تشوف لما تكبر هتشوف البلد كله مططيه للعمده. اخوك هيبقى حاجه تانية، حاجه ما وردتش. Thank you.
عرفت الجواب الحقيقي على السؤال اللي سألته لأمي الحاج ست اخواتها. السبب اللي خلى خالي عبد الرحمن وشه ينور ويضحك بعد ما كان بيتخانق وبعد ما ميل عليه اخويا فتح الله ووشوشه في ودنه. ما كانش فات الحول على جوازته الاولانيه من الجزيه بنت عزامه حسيني لما حط ايده في ايد خاله وعجد على خضره اللي كان جاري فتحتها من الاول. كان ناويها من بدري وقال لي خاله على نيته وطلب منه يصبر عليه. ياه على مخك الواعر يا فتح الله يا اخويا. مرحب بعين اعيان الناحيه. لا عين ولا حاجب يا شيخ الغفر، فين عمدتكم؟ الخبريه وصلت وهو مستنيك جوه. اتفضل. بعد اذنك يا بيه، محدش يدخل على العمده شايل سلاح غير غفره. طيب بلاشهم هم وسلاحهم، اترجحوا هنا لغايه ما ارجع لكم. قدموا لهم شربات الفرح يا غفر. جاز يا عجله ومتنبهها لصالحها وصالح بلدها. وانا قلت لك على نيتي من شهر، جاي دلوقتي تعاتبني يوم فرحي؟ انا ما بعاتبش يا فتح الله، انا جاي احفظ حق بنتي. اصحر كلامك ونجم لفظك، انا عمدتك، ولما تكلمني ما تقوليش يا فتح الله حاف، تقول لي يا سيدنا او يا عمده. الله يعاف، ولسه ما حنشوف. نرجع بقى لحقوق بنتك. اظن بنتك دي تبقى مراتي، وانا مراية حق ربنا وشايل على كفوف الراحة، إلا لو اشتكيت لك. أسمع، الجزية ما اشتكت ليش يا سيدني، وما اشتكتش لحد، لأني أصلا ما شفتهاش بقالي أكتر من 3 جمعة، لأني كنت في المحروسة ولسه راجع ليلة امبارح. يصح برضك إنك تقعد معاها تتكلم براحتك، وبعدها اللي يتعبى في قلعك ينفضوا في حجري، وأني مش هرفض لك ولا هرفض لها أمر. هبعت عندها صديقة. نعم. اطلع يا ستك فوق قولي لها ان ابوها مستنيها تحت تنزل له. حاضر. هو معاه كم نفر؟ 4 غفر خصوصي وعربجي وكلهم شايلين سلاح. دول بس اللي دخلوا البلد، فيه 10 تانيين مستنين على الترعة ناحية تعريشة غنيمة. اللي جاب الخبرية لجنابك هو اللي قال لك الكلام ده يا ستك؟ انت هتحقق معايا ولا غفرك يقطعوا الطريق برا البلد، ولو حب حماية ينفد ينفدوه، بس يتنوهم وراه لحد ما يجمع رجالته ويرحلوا. لو استنوا ولا استعدلوا ناحية هنا عايزكم تلموهم وتجيبوهم للزكاية. برضاك يا رب. برضاك برضو يا جازية؟ ايوه يا رب. يعني انت اللي اذنتي له؟ ايوه انا اللي اذنت له. ليه؟ غلباني ولا مقطوعة من شجرة ولا ملكش عزوي علشان تقبل درة؟ كان لازم اقبلها. ليه يا جازي؟ تكلمي فهميني. عدت سنة ما حصلش حل. جالي العمدة وقال لي لازم يكون له ولد. العمدة اللي ملوش ولد زي النخلة الذكر ما بتطرحش، تروح لعمودية من سلسله
وتخفى سيرته وخيرني بين حاجتين، يا سامحه في جوازه تانية تجيب له الذريه، يا ايه يا جازي؟ يطلقك وارجع اتهوى في ظهرك زي القرمه. بعد امي الله يرحمها ما افتكرها ربنا. حيبقى وضعك ايه في دار العمدي بعد ما تدخل الجديده؟ اللي هتحدده الست الكبيره هو اللي هيكون. اسمعوني كلكم، نسوان وحريم وبنات دار العمده، مفيش صوت يعلى على صوتي انا، الكلمه كلمتي والشوره شورتي. بعد مني الست الجازي، وبعد منها الست خضر، مفيش حد تاني، لا دره ولا سلفه ولا صبيه، كلنا هنا بنخدم العمده فتح الله بيه الحسيني. سمعين وفاهمين؟ سمعين وفاهمين. يلا معايا نقرا الفتح. شفت المنظر ده؟ ليلة ماني صبي حسافر البندر عشان ادخل المعهد الديني، بعد ما خلصت الكتاب وختمت القرآن على ايد الشيخ حمد الإيرواني في جامع سيدي محمد الطاهر الإيرواني. صحيتني امي في الفجيرية، اتوضيت وصليت ولبست، وكان الحنطور ده او الكاريتا زي ما بيقولوا عليه مستنياني، وفيها شنطة هدومي وسبت الزوادة. امي قالت لي انت هتقعد في تسوق يا حسن جار سيدي ابراهيم عشان العلام، ومش هترجع بشنين الا في المسامحه. اشمعنى تسوق يا عم شهاب؟ شلها يا ابو العينين، امال كنت عاوز تروح المدرسه فين يا سي حسن؟ المنصوره ولا طنطا ولا كفر الشيخ؟ دي حتى كفر الشيخ اقرب كمان. مين اللي قال؟ عموما يا سي حسن دي سوق فيها فرع للحسيني، وانت باذن الله نزل على بيت الشيخ مجاهد الحسيني امام جامع سيد ابراهيم. معرفش ليه واحنا مقعدين وبشنين بتغيب عن عينيني، جالي هاتف صورني في وداني، قال لي يا حسن ما انتش راجع البلد في سنتك دي، ويمكن كمان اللي وراه. اتشائمت لما افتكرت امي وهي كل حبه تقول حسن ابني ده فيه شيء لله، بيشوف اللي ما بنشوفوش وبيسمع اللي ما بنسمعوش. افتكرت الكلام ده ولقيتني سهمت وحازز عليا العياط، مش عارف ليه. طب حسن امشي من غير ما يشوفني، مش استنى يسلم عليا. الحاجه صممت يمشي بدري عشان شهاب يلحق يروح دسوق قبل الليل، وانت اصلك كنت نايم وما صحيتش الا على الظهريه. روح يا بنت، روح هات الطشت والمي. حاضر. هلا يعني خلاص غسلت ايدي. رجليك؟ هغسل لك رجليك يا عمد. لا مفيش داعي، اصلي انا استحميت الفجريه. ايوه ما انا اصلي كنت سامعه. طيب هو اخوك العودي رجع من اسكندريه؟ يو هو انت بتتوه الكلام ليه يا عمده؟ خبر ايه يا جزيه؟ في ايه؟ ايه هي جت عليا انا؟ ما انت بتجيلي الفجريه في ليلتي مستحمي، وتخلي خاضره تغسل لك رجليك الظهريه. طب ودي جعرتك، عايزة تغسلي رجلي اغسليهم واطلعي علشان عايزة جايلي. ومال؟ أنا محضر لك فرشتك في مقعدي. أنا حجايلي في مقعدي والوحدة يا جزية. ستي وجاية بنفسك؟ طب كنتي بعتيلي بنتي تندهلي وأنا أجيلك لحد. صحيح الكلام اللي سمعته يا خضرة؟ كلام إيه؟ الكلام اللي قلتيه لبنتي ربانا النهاردة الصبح. أيوه قصدك يعني الدوخه وكده. انا الظاهر خدت برد في معدتي، كنت ناوي اعمل لبسه. ما تعمليش حاجه، انا بعتت لام جبريل تيجي علشان تشوفك. بالك يعني اكون يسمع منك المولى. انا عن نفسي اتمنى تكون ذريه العمده منك انت يا بنت اخويا. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا ستي. ستك ستك يا بنت، انا عمتك من هنا ورايح تقولي لي يا عمه. حاضر يا عمي. انت حضر لك الخير يا ضنايا. انت متربيه فين يا راديو؟ في بيتسي عزام بي. ومين اللي جابك هنا في دار العمده؟ انت يا ست. يعني انت تبعي اني، وابويا بعتك هنا عشان تخدميني وتبقي تحت امري وتحت رجليك يا ست هان. امال ليه يا بنت بتتلقمي عليا؟
وما فيش كلمة بتسمعيها إلا إذا كانت من حماتي أم العمدة. ما هو غصب عني يا ست هاني، هي اللي بتحكم وبتنهي في المنزل كله، وكلمتها ماشية حتى على سيد العمدة ذات نفسه. تحكم على الكل اللي أني واللي تبعي. خلاص اللي تشوفيه، ومش هسمع كلام حد غيرك. يبقى تردي حالا. مين الضيفة اللي دخلوها من باب التملية الوراني وطلعوها فوق وهي لفة شالها القطيفة على وشها ودخلوها مقعد خاطر؟ دي خايفة لا تزعلي. انطقي لحسن ازعل منك بصحيح، وخلي يومك اسخن من النيلة. الولية دي تبقى ام جبريل الداية. بتقولي ايه؟ ام جبريل الداية؟ مش قلتلك هتزعلي؟ زعلات في البيت؟ ايوه خير، اللهم اجعله خير. مبروك مبروك يا عمدي. مبروك عليها يا امي. خضرة حبلة. خضرة الحمد لله. كل نظرك يبطل فرجعت يا علوان. مرحب يا مولانا، احنا بس فرحانين بالبشارة، اصل الهانم جماعة العمدة هتجيب له عمدة صغير. طب مش نحزن الاول على العمدة اللي كان ونجيب ميتمه؟ ايه؟ الحاج صادق مات؟ امتى؟ لسه الخبر جاي، مفيش ربع ساعة. انا لله وانا اليه راجعون. روح نادي على العمدة فتح الله، خلينا نشوف حنرتب خرجة المرحوم ازاي. بقية في حياتك يا صاحبي. حياتك الباك يا عمدة. بركة فيك واللي خلفنا ماشي. شكر الله صاحيك يا ابن عمي. بقول ايه يا صاحبي؟ شيخ البلد وشيخ الخفر راحوا يجيبوا المرحوم، واني بقول يعني ان بكرة ان شاء الله ممكن نصلي عليه الظهر في جامع الإرواني، والجنازة تطلع من هناك، والعزاء يبقى بالليل ان شاء الله في دار العبودية. خرجت ابويا الاول من هنا فتح الله. خرج من الدار هنا؟ انا عايز يخرج من الدوار. ابويا هو العمدة الحقيقي لحد ما مات. وهو كذلك يا صاحبي. الحاج صادق كان ابونا وعمدتنا، وحيخرج من دار العبودية زي ما انت عايز. مين دول يا رمضان؟ صبرك بالله يا حناوي. من هنا؟ عن الجولة الحسين يا رمضان. اهلا يا جولة، خير؟ ومين اللي معاك دول؟ خبري غفير منك ليه؟ هو العمدة فتح الله ما ادكوش اوامر ان فيه رجالة من بنت المرحوم العمدة صادق حيبيتوا الليلة معاه في الدوار عشان يحرسوه لغاية الخرجة؟ ايوه صح يا جولة، جناب العمدة بلغنا. وما قلتليش ليه يا حناوي؟ ما تفضلوا يا رجالة. طلعوا رجالي بره. خش. ايه بس اللي خلاك توافق يا فتح الله؟ هما الرجال اللي راحوا يجيبوا المرحوم البندر اتاخروا كده ليه؟ الله اعلم، بس زمانهم على وصول. طب انا هطلع السكه استناهم. حجاي يعني كل الانفار اللي دخلوا دول عشان يحرسوا العمدة اللي توفت؟ امال احنا ايه؟ مش غفر برضو ولا مش غفر؟ يكونش سلو جديد بقى؟ انا سمعت الشيخ الغفر بيقول ان الانجليز لما بيموت لهم حد كبير بيعملوا له حاجة اسمها حرس شرف. طويلة ملنا حينها خاف الله لله طويل ليلة طويلة ملنا حينها خاف
لنا ايه لنا الطويل والمصر دفتينا نحيلة وبترعش نورها العويل واهيل لو هو بناحيته تقولي لي ها؟ حاضر يا سيدي. الليلة دي غير أي ليلة يا ديابة الليل الجبال الليلة دي غير أي ليلة يا ديابة الليل الجبال وهي كلها ساعات جليلة وتلقى بنيبان زرجبان وأهين يا ليل. أمال فين شيخ الغفر؟ مش باين يظهر إنه ركن في البندر. طب وشيخ البلد فين؟ برضه مش شايفه. وبعدين؟ إحنا نسبق ونبلغ البيت. الفرحة هي اللي خلت الخبر يلف ده بلد في ساعة زمن. حريم الدار نزلوا زغاريت والغفر قعدوا يضربوا نار وأنا ما لحقتش ألمهم. أيوة فتح الله، بس كنا نستنى شوية لحد خضرة ما تقوم بالسلامة والعمدة الصغير يوصل. جد طبيعي، وفاة المرحوم سادك وقفت كل حاجة. بالمناسبة قول لي، هو لو ربنا يعني جبر بخاطري وجاني الولد اقدر اديله عهد العمودية من بعدي؟ ايوه فتح الله، ليه لا؟ هو المرحوم سامي مش كان ناوي يعمل كده مع صابر ابنه لولا النقطة اللي جات له وقطعت عليه الطريق؟ يظهر الدنيا بقى سلوها كده. حالنا عامل الأشياء ماشية ورضا، هو ابن آدم ريشة طايشة في طبا، الصبر طيب والسؤال له جواب، نعمل صواب تاخد نصيبك سواب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب، والصبر طيب بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب طايحة بما رياح القدر، في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب، والصبر طيب الصبر طيب. كل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حل عال والاشياء ماشية ورضا، هو ابن آدم ريشة طايشة فضا، الصبر طيب والسؤال له جواب، تعمل صوابك ونصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب، واحسبنا عند صبر طيب واللي يصبر ينول، واللي حلم وعيونه صحين يكون، وعدوا ان الدنيا دي بحالها نول، وسعوا على الله للتجال والركون، تلاقوا توب العيشة زهر